اليوم نناقش نظرة المجتمع للأم العاملة، هل تغيرت هذه النظرة للمرأة ودورها تجاه أسرتها في ظل ارتفاع نسب النساء المنخرطات في سوق العمل؟ هل ما زال المجتمع يحمل المرأة وحدها مسؤوليات الأسرة والمنزل بالرغم من قيامها بدور كبير في دعم الأسرة وتلبية احتياجاتها؟ وهل يجب أن تتغير تلك النظرة؟ أسئلة عديدة سنحاول الإجابة عليها مع ضيوفنا في حلقة اليوم. وفي شباك الفنون نذهب إلى هولندا والدورة 47 من مهرجان روتردام السينمائي ومشاركة متميزة لصناع السينما العرب. أما في شباك الثقافة نذهب إلى تونس العتيقة ونناقش أهمية الوعي المجتمعي بقضية الحفاظ على التراث المعماري. تابعونا. نبدأ الحلقة بصورة اليوم والتي تأتينا من سراقب في محافظة إدلب السورية، حيث استهدف طيران النظام سوقا للبطاطا في المدينة ما أدى إلى مقتل 20 شخصا وإصابة العشرات. تقع مدينة سراقب في الجهة الجنوبية الشرقية لمحافظة إدلب، وتتميز بأهمية كبيرة باعتبارها المنطقة الواصلة بين دمشق وحلب. أدى القصف أيضا إلى خروج آخر مستشفى في المدينة صباح اليوم عن الخدمة بعد تعرضه لغارات جوية من الطيران الحربية. أما فيديو اليوم فهو مقطع تداوله نشطاء سوريون لمندوب النظام السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري، وهو يقدم قطعة أثرية سورية لواحدة من أقدم معاهدات السلام في التاريخ وعمرها 2350 سنة للمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفن ديمستورا. يقول الجعفري في الفيديو مخاطبا ديمستورا باللغة العربية: جلبت لك هدية اليوم. وانتقد نشطاء سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي إهداء الأيقونة التاريخية للمبعوث الدولي كونها تمثل تنازلا عن الآثار السورية، وهو أمر مجرم وفقا للقانون. كما اعتبر نشطاء أن قبول ديمستورا للهدية يشكك في مصداقيته كوسيط دولي يفترض فيه الحياد والنزاهة. أما في مثل هذا اليوم من عام 2002 ألقى الرئيس الأمريكي خطابه السنوي أمام مجلس النواب، واستعمل لأول مرة عبارة محور الشر ليصف العراق وإيران وكوريا الشمالية. وقد استخدم جورج بوش هذه العبارة لأنه يعتقد بأن تلك الدول تدعم الإرهاب وتسعى لشراء أسلحة الدمار الشامل. وقد قاد الفكرة بوش ليبدأ بعدها الحرب على ما يسمى بالحرب على الإرهاب، التي بدأت بغزو العراق بعد عام ما أدى إلى مقتل أكثر من مليون عراقي وفوضى سياسية عارمة لا تزال تبعاتها ملموسة إلى يومنا هذا. إلى موضوع نقاشنا الرئيسي الآن، حيث تعودنا أن تعطي بلا حساب، أن تعمل بلا انتظار لكلمة شكر، أن تضحي دائما من أجل أسرتها بمجهودها وصحتها وربما في بعض الأحيان بمشاعرها لكي تحافظ على استمرار الأسرة. هكذا عرفت المجتمعات العربية الأم، وهكذا تتوقع منها دون أن ترى في كل ذلك شيء خارق للطبيعة لتعتبره من المسلمات التي تقدم الأم أي شيء وكل شيء. لكن مع زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية وانخراطها بشكل أكبر في سوق العمل، حيث أصبحت تعمل بجهد أكبر ووقت أطول، هل من الطبيعي أن نتوقع من المرأة العاملة الشيء ذاته؟ أن تقوم بكل ما تقدمه ربات المنازل لأسرها؟ هل من الإنصاف أن يلومها المجتمع عند تخليها عن بعض المهام المنتظرة منها كأم؟ وهل آن الأوان لذهنية المجتمع عن الأم أن تتغير؟ أسئلة سنطرحها على ضيوفنا، ولكن بعد أن نذهب إلى عمان في الأردن وتجربة أم محمد المرأة العاملة المكافحة من أجل مستقبل أبنائها. لم تجد من يساندها ويعيلها، قسوة الحياة دفعتها لتقسيم وقتها وجهدها لسد احتياجات منزلها.
فرب الأسرة غير موجود لتأمين رمق أبنائها الخمسة. أم محمد التي تقطن في مدينة السلط وسط الأردن حولت جزءا من بيتها لمطعم للأكلات الشعبية لتأمين حياة كريمة لأبنائها. غياب رب الأسرة عن البيت، لقيت عندي 5 أطفال ما في لهم معين. طبعا ذهبت لوزارة التنمية حتى تعطيني راتب، رفضوا. رحت لناس كثير رفضوا، فحكت لهم انتوا سكرتوا الباب بوجهي، انا ربي راح يعطيني 100 باب وراح اصل. وتسمعوا عن ام محمد يوم من الايامات انها صارت سيدة مجتمع وصار عندها مشروع. فرجعت وحكيت لجارتي، فبلشت بالبداية بلف الدوالي، تنقيب الملوخية عندي ببيتي، بعدين كبر المشروع بأكل التواصي. لم يمنع عملها الشاق من قيامها بواجب التربية والرعاية، فعلاقتها الوطيدة مع أبنائها كانت سببا في تحقيق طموحها. تحدت التقاليد والعادات وعالت أسرتها في مجتمع لا يرحب بعمل المرأة أبدا. فكنت أنا الأم العاملة، الأم المربية، الأم المجاهدة، المحاربة. صرت معروفة إنها أم محمد العمايرة، إنها الست الوحيدة اللي عملت بالسلط هذا بيتها باستقبال الجروبات السياحية. بالبداية إني واجهت يعني صعوبات إنه كيف أم محمد بدها تتعامل مع الجروبات السياحية عندها ببيتها، من الأجانب من العرب. فأنا تحديتهم، حكيت لهم إحنا صرنا في مساواة بين المرأة والرجل، إنها المرأة لازم تشتغل زيها زي الرجل، وبغياب إنه أحد ما في معين إلي لازم أنا أكون المعين الوحيد بهاي الأسرة. رغم غلاء المعيشة إلا أن أم محمد ما زالت تخوض مشوارها بين الأسرة وطموحها في اكتفاء ذاتي لمنزلها. رغم كل التحديات لا تزال أم محمد تكافح لتأمين حياة كريمة لأبنائها دون الوقوع في رحم الحاجة، مستمدة في ذلك لحكمة قديمة تقول: أشعل شمعة بدلا من أن تلعن الظلام. ليث جبور، التلفزيون العربي، الصلت. وناقش هذا الموضوع مع ضيوفي من اسطنبول السيد مازن شيخاني، باحث اجتماعي بمركز برق للأبحاث والدراسات، وضيفتي من بيروت جنى نخال، باحثة نسوية. أهلا بكم ضيفي الكريمين. وسأبدأ معك سيدة جنى بداية، واليوم يعني وإن كان موضوعنا نسائي بامتياز ولكنه يرتبط بشكل أو بآخر بالرجل لاعتباره يشكل نصف المجتمع، وعلى عاتقه تقع النظرة ربما السلبية تجاه المرأة العاملة ومطالبتها بأقصى مما تستطيع أن تقدمه. تابعنا في التقرير أم محمد السيد العامل التي اضطرت لأن تقوم بالعمل من داخل منزلها وتتعامل مع يعني مجموعة من الناس، ولكن على الرغم من ذلك تعرضت لانتقادات وتم وصف بأن مجتمعها يرفض لوجود المرأة العاملة. لماذا هذه الازدواجية ست جنى؟ لماذا المجتمع يفرض على المرأة أن تكون عاملة وأن تكون أم وأن تكون مسؤولة عن القيام بكل هذه الواجبات، وفي نفس الوقت يعني ينظر لها بشكل سلبي في اعتبارها امرأة عاملة؟ فينا نبلش من الاعتراف بأن هناك نظام ذكوري هو الذي يحكم هذه العلاقات كلها. فمش أنه هيدي الامرأة هي خارجة عن قاعدة، أو المجتمع بالذات في الأردن مختلف. في المجتمعات كلها التي نعيش فيها مجتمعات محكومة من نظام ذكوري يحمل مسؤولية 3/4 الوقت للنساء. فهيدا النظام الذكوري إذا بدك هو جزء من النظام الرأسمالي اللي موجود المحتكر والمستغل. فلما النساء أعطوا تم أعطائهن حقوقهن في العمل، النظام الرأسمالي قال لهم اعملوا، لكن بنفس الوقت عندكم مسؤوليات البيت. فهو لم يأخذ منهن أو لم يسمح بتقسيم مسؤوليات البيت، وإنما صار عند الامرأة عند النساء مسؤوليات مضاعفة 3 و4 مرات، وهي في المنزل مع العائلة مع الأطفال، في العناية والتربية، وهي من جهة، ومن جهة أخرى في العمل. وأعتقد أكبر مثال على كمية الضغط والمسؤوليات التي تتعرض لها النساء العاملات والأمهات بالذات أنني أنا هنا اليوم وأنا لست أم، لأنه مثلا النساء الأمهات في هذا الوقت
بالذات هو الوقت الأصعب لهن، لأنه عندهم مسؤوليات كبيرة من العودة من العمل، من أنه يجيبوا أولادهم من الشغل، من أنه يحضروا أكل، من أنه ينظفوا ويزبطوا البيت. فالنساء العاملات والأمهات بالذات غير قادرات أصلا على المشاركة السياسية مثلا. طيب أستاذ مازن شيخاني، لأي درجة فعلا المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الذكوري كما ذكرت ضيفتي جنى؟ المشاهدين الكرام، لا شك أن ما ذكرته السيدة فيه جانب كبير من الصواب، لكن لا يكفي لوحده فيما أعتقد. لا شك أن هناك ثقافة ذكورية في المجتمع العربي، بل ربما في المجتمع العالمي، يعني إذا أردنا أن نكون منصفين، مع اختلاف في السوية والنسبة. قضية عمل المرأة أنا باعتقادي تختلف في المجتمعات العربية، هي ليست واحدة، حتى الثقافة الذكورية ليست واحدة. لا أستطيع أن أقارن المجتمع الخليجي بالمجتمع اللبناني مثلا أو بالمجتمع السوري. على سبيل المثال في المجتمع الخليجي، المجتمع ينطلق من رؤيتين، رؤية متعلقة برؤيته الدينية لعمل المرأة، له ثقافة خاصة تعنيه، وأيضا ثقافة اجتماعية وعائلية قد ترى في عمل المرأة إهانة، أو ربما ترى مهما حملت المرأة من أعباء أن ذلك واجبها، وربما أن يعترف الرجل لها بشيء من الاعتراف يخدش رجولته. لكن في المجتمع السوري أعتقد الأمر يختلف، المجتمع اللبناني الأمر يختلف. أنا ولكن بس اسمح لي فقط بنقطة يعني تعمل. وصحح لي إذا كان كلامي خاطئ، يعني أعتقد بأنه بالمجتمعات، يعني على سبيل المثال اللي ذكرته، المجتمع السوري واللبناني والخليجي، في كل مجتمع من هذه المجتمعات هناك النظرة يعني المنفتحة تجاه المرأة، وأيضا في قلب نفس هذه المجتمعات هناك النظرة التي ذكرتها لا نستطيع التعميم. يعني في الخليج على سبيل المثال نرى المرأة في سوق العمل، نرى متوفر لها كل شيء، نرى دعم من الحكومات بالمجمل لها لتدخل سوق العمل، وفي المقابل أيضا في الخليج نرى مجتمعات في الخليجية ترفض عمل المرأة، وهو أمر ينطبق على سوريا ولبنان. يعني هل نستطيع فعلا التعميم بهذا الشكل؟ لا شك حتى في بلد كسوريا أو لبنان تختلف النظرة في المدينة عنها في الريف، لكن حتى مفهوم العمل على سبيل المثال في الريف السوري والريف المصري المرأة تعمل. المشكلة في اعتقادي هناك نمط ما من قبول العمل، لكن المشكلة الأساسية هي ربما التي أشارت إليها الأخت الكريمة المتعلقة بتقدير المجتمع، سواء الأسرة أو المجتمع بالعموم، على ما تقدم المرأة فوق أعبائها الكبيرة والكبيرة جدا في تربية الأسرة. ربما هذه المسألة تحتاج إلى بحث. بداية حجم المسؤوليات الكبيرة التي تتحملها المرأة، وأيضا هل فعلا يقدر الرجل الزوج أو الرجل الأب أو الرجل الابن، أو يقدر المجتمع هذه الأعباء الكبيرة التي تتحملها المرأة ويرى أن من حقها عليه وعلى الأسرة أن تراعي هذه المسألة. هذه المسألة تحتاج إلى دراسة. أما موضوع العمل، أعتقد أن كثير من المجتمعات العربية تجاوزت قضية أن تعمل المرأة أو أن لا تعمل. نعم، هي ربما الفكرة الأساسية التي نريد تسليط الضوء عليها هي أن تكون المرأة عاملة، وأيضا مسؤولياتها المنزلية كأم ست جنى، وهو ما يلقى على عاتقها. يعني تعتبر مسؤولية المنزل من الألف إلى الياء هي مسؤوليتها، حتى لو كانت هي والرجل يعملان خارج المنزل. ولكن أود أن يعني ألفت الانتباه إلى نقطة ورأي آخر في هذا الموضوع ست جنى. هناك من يرى بأن المرأة نفسها هي من أوصلت نفسها إلى هذه المرحلة بمطالبتها بمساواتها مع الرجل والخروج على الطبيعة الفطرية التي خلقت عليها، وهي أنه مكانها المنزل، مكانها الاهتمام بأولادها وتربيتهم، لا أن تتركهم في السنوات الحرجة من حياتهم لكي تذهب لإثبات ذاتها ربما في العمل. بس لم اتفق علميا، ما في شيء اسمه أنه هي هذا هو دورها. هي لا تخلق بدور جاهز، هي لا ليس هناك من محدد بيولوجي لدورها لأن تكون بس في المنزل. بمعنى أنه عندما يقرر ولكن دور الأمومة أن يكون دور العائلة، ربما الدور البيولوجي لما يكون دور الأمومة هي حملها موضوع الولد لحاله، يعني موضوع الحمل بحد ذاته، موضوع الإرضاع بحد ذاته، موضوع ارتباط الطفل بأمه لسنوات معينة، هو يفرض عليها بيولوجيا دور اجتماعي ما، أليس كذلك؟ تمام. هو الطفل أو الطفلة يرتبطان بالأهل، ما بقى نحط المسؤولية طول الوقت على الاثنين. عندما يتفق شخصان على أنه يجيبوا عائلة، يعملوا عائلة، يجيبوا أولاد، فهو ده شخصين، مش هي لحالة عم بتجيب أولاد.
فلما تجيب هود الولاد مسؤوليتهم لازم تكون على اثنين. في مسؤولية بيولوجية معينة من إرضاع واهتمام معين، لكن أي شيء آخر يمكن تقاسمه بين الأم والأب يعني. أيوة. فمن هون بتبلش المشكلة. بس هي الفكرة في عنا نظرة هي الفكرة بس السجنة يعني. اللي بيعارضوا هذا يعني الكلام اللي ذكرتوه حضرتكم ضيوفي بأنه المرأة بدأت تتعدى على دور الرجل بمطالبتها بالخروج لسوق العمل، وأصبح هي اللي زادت على نفسها أعباء بأنها يا دوب تلحق شغلها أو تلحق تربية أولادها أو تترك تربية أولادها للشغالات والجيران والأقارب. أوكي. كمان في ظلم هون بالدور الاجتماعي اللي أعطي بالمرأة، وبرجع شدت أنه هيدا دور اجتماعي وليس دور بيولوجي، يعني هو ليس طبيعي بأنه تكون مرأة بس عم تعمل أطفال، هي نحن لسنا فقط فقاسات للأطفال. فإذا عندما تختار المرأة، عندما تختار النساء بأن تكون أمهات، فهذا لا يعني بأنهن يعني لازم يتخلوا عن كل الأدوار الأخرى اللي موجودة لهم. يعني لما المجتمع بيقول لهم أنتوا تخليتوا أنتوا لما ظهرتوا إلى السوق أنتن تعديتن على الرجال، يعني المجتمع عم بيقول أن النساء أصلا ما في مكان لهن إلا في البيت، وهي أصلا نظرة خاطئة. يعني نحن بما أنه هيدا الجسم تبع النساء هو الجسم الذي ينتج الأطفال، فرض أنه يكون بس منتج الأطفال، وهو أمر غير منصف. طيب. فإذا قررنا أنه النساء هم فقط فقاسات مكانات لتفقيس الأطفال، فلنعترف بذلك نهائيا، ولنفصل النساء نهائيا عن أي شيء آخر، ونتقبل بأنه النساء لن يشاركنا بأي شيء آخر في الحياة. طيب، ولكن الرجل الآن ولا في العلوم ولا في إنتاج الفني ولا أي شيء. تماما. ولكن يعني ألا ترين يعني بأنه المجتمع الذكوري الذي هو يحكم، يعني شئنا أم أبينا هو يحكم شكل المجتمع بالعموم، ألا ترين بأن المجتمع الذكوري حمل المرأة إضافة إلى يعني عملية ما ذكرتيه، يعني فقاسات أطفال، وتحفظ عليه أنا شخصيا يعني بأنه هن نظرتهم هيك، ولكن حملها إضافة إلى هذه الأعباء أعباء أخرى خارجية عليها أن تؤمن الاحتياجات المالية والمادية والدعم للأسرة وأيضا الدعم الداخلي، على من يعني نضع المسؤولية هنا؟ من الذي يضيع حق المرأة؟ هل هي تضيعه أم الرجل يضيع حقها؟ بس المشكلة أنه نحن عم نتطلع أنه هي الوحيدة المسؤولة عن العائلة، لكن اسمها عائلة، اسمهم أهل، فهناك مسؤولية عند الرجل وعند النساء، عند الرجال وعند النساء للتربية. فمثل ما هي بدها تربي وتعلم وتعمل أي شيء للأطفال، لأنه يعني تحديد تربية الأطفال بالرضاعة هي يعني جزء كتير صغير منها، وإنما في مسؤوليات كتير كبيرة بيقدر يتحملها الرجل معه. فهي هي هي يعني نظرة خاطئة بأنه مسؤوليتها لحالها، هي مسؤوليتهم اثنيناتهم، هي مسؤولية الاجتماعية المفروض تكون طبيعيا مسؤوليتهم اثنيناتهم. طيب، فإذا هو كمان لازم يتحمل مسؤولية من العناية بالمنزل والعناية بالأطفال وتربية الأطفال وتعليمهم. تماما. أنا بس وبعدين نتيجة لذلك تكون مسؤولياتهما اثنيناتهم هو إياها موازية في العمل وفي المنزل. تماما. أنا فقط أريد يعني أحاول أن أخذ الطرف الآخر في الرأي، يعني لكي لا أظهر بأني ضد حقوق المرأة بالمجمل أو أنظر للمرأة بهذه الطريقة، ولكن هو رأي في ألا بأس بها من المجتمع. سأتناقش أكثر معكما ضيفي الكريمين في هذا الموضوع، وموضوع مساواة المرأة التي يرى البعض بأنه هو الذي أوصلها إلى ضياع حقوقها بظهور حركات نسوية أوروبية تطالب بعودة المرأة إلى المنزل تحت طاعة زوجها. ولكن اسمحوا لنا نذهب مع الزميلة رانيا أدريدي وبعض الأحصائيات حول عمالة المرأة في العالم العربي ومساهمتها الاقتصادية في أسرها ومجتمعاتها. لم تعد المرأة في العصور الحديثة حبيسة البيت ومهتمة فقط بشؤون بيتها،
بل باتت تساهم مساهمة معتبرة في الوظائف والإنتاج، أكانت في المدينة أو في الريف على حد سواء. وعلى الرغم من العراقيل التي تتعرض لها المرأة وبينها المرأة العربية وما تواجهه من تمييز في سوق العمل، إلا أنها حققت تقدما كبيرا في مسعاها لسد الفجوة بين الجنسين من حيث التعليم والصحة والتمثيل السياسي والمشاركة في قوة العمل. في عالمنا العربي، امرأة من كل 4 نساء تنضم إلى القوى العاملة، وإن كانت ما تزال تعاني من معدلات بطالة مرتفعة، حيث تصل إلى أكثر من 60% في المملكة العربية السعودية وليبيا والعراق، وذلك وفق التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي. بيانات البنك الدولي تشير إلى أن مساهمة المرأة العربية في سوق العمل تصل إلى نسبة 23%، وإن كانت هذه النسبة ما تزال متدنية قياسا بنظيراتها في شرق آسيا والتي تصل إلى 65%. ومن خلال الأرقام التي أصدرها التقرير العربي الموحد لعام 2013، تبدو المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية كالتالي: إذ تشارك المرأة التونسية بنسبة 25% في الحياة الاقتصادية، أما في اليمن فتصل النسبة إلى 10%. ومن أهم العقبات أمام تطور النشاط الاقتصادي للمرأة المفاهيم السائدة حول عمل المرأة وممارسات التمييز عند التوظيف وعند الترقية ومعاناة المرأة للحصول على قروض. في العموم، تبدو الصورة في الريف تميل لصالح المرأة عما هو الحال في المدن من حيث حجم المساهمة في الاقتصاد المحلي، إذ تساهم المرأة بالجزء الأكبر من المجهود الاقتصادي بالإضافة إلى دورها الأسري وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي الذي يعتبر محورا رئيسيا من محاور التنمية المستدامة المنشودة على الصعيد العالمي. وتقدر الأمم المتحدة أن النساء الريفيات في الدول النامية وبينها الدول العربية يمثلن نحو 43% من القوة العاملة الزراعية وينتجن الكثير من المواد الغذائية، مما يجعلهن المسؤولات الأساسيات عن الأمن الغذائي لأسرهن والمجتمعات المحلية. دور متنامي في الاقتصاد والأمن الغذائي يقل في المدن ويزيد في الأرياف، تلعبه المرأة العربية في مشاركة الرجل، وإذا أضيف إلى ذلك دورها في رعاية الأسرة تكون أعباؤها أثقل من الرجل بكثير. وهنا يبدو مجتمعنا العربي قاسيا أحيانا كثيرة عندما يحملها وحدها أي تقصير في تربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة المطلوبة، أو يتعامل معها كأم تقليدية. أشكر راني على كل هذه المعلومات التي أفادتنا بها، وأعود لكما ضيفي أستاذ مازن شيخاني. يعني موضوع دخول المرأة إلى سوق العمل بالمجمل يعود إلى بداية الثورة الصناعية وفي أوروبا، وعندما بدأ هناك إضراب عمالي بسبب الظروف الصعبة لعمل الرجل، اضطرت المرأة أن تدخل إلى سوق العمل. وكما قالت ضيفتي جنى، النظام الرأسمالي هو أيضا ساعد على أنه يكون عمل المرأة في ظروف قاسية ويصعب عليها الموضوع. هناك اتهام للمجتمع الذكوري عموما بأنه يحاول معاقبة المرأة على دخولها إلى سوق العمل على الرغم من الأعباء خارج المنزل، من تأمين الاحتياجات المادية والمشاركة في العمل إلى جانب الرجل، يترك قاصدا الرجل الأعباء المنزلية عليها، ولا يوجد حتى حملات توعوية في هذا الإطار. دعيني أختي أن نحرر منطقة النقاش. هل نحن نتحدث عن رأي المجتمع ونظرته إلى عمل المرأة، أم إلى عدم تقديره، أم إلى ماذا؟ يعني السيدة ذكرت كلاما أنا أرى أنني يجب أن أعود إليه. أنا حقيقة شعرت بنوع من الإساءة للمرأة عندما حتى الكلمة تقال أنها فقاسة للأولاد. المرأة أكبر من ذلك بكثير أختي الكريمة، حتى دورها في البيت ليس فقط الدور البيولوجي، دور الأمومة، وأعتقد أن هذا أمر لا يحتاج إلى تدليل، دور الأمومة، دور الأم الحانية الكريمة، الأم التي تحتضن أولادها وتربي أولادها. إن رأينا أما أو سيدة تربي في مؤسسة ما تعمل بها نحيي هذا الأمر، وإن رأيناها تقوم بهذا العمل في بيتها نعتبر ذلك امتهانا. أعتقد أن دور المرأة في بيتها أمر عظيم وجليل جدا، ونحن في ثقافتنا نعلم ماذا يعني أن تكون المرأة أما في البيت أو أن تكون زوجة. ولكن ألم يوصل الرجل المرأة؟ سيد الكريم، سيد مازن،
الألم يوصل الرجل المرأة بنظرته المتعالية عندما تكون هي ربة منزل بطريقة تعامله معها على اعتبارها بأنه هي أقل منه، أنه هي ست بيت، هي شغلتها تهتم بالأولاد. ألم هو الذي يصلها إلى نقطة تعتبر بأنه الاهتمام ببيتها وأولادها هو كأنه هي أصبحت خادمة في المنزل؟ هذا أمر آخر. أعتقد أن هناك ثقافة مجتمعية تكبر المرأة كثيرا، ونحن في الإسلام نعلم ما هو دور الأم وكيف نقول أمك ثم أمك ثم أمك ثم أب ثم الأب. لماذا قلنا هذا؟ لإدراكنا إلى الدور العظيم الذي تقوم به المرأة في البيت. أما أن يكون هناك ثقافة ذكورية لظروف اجتماعية معينة تتعالى، فلا شك أن هذا الأمر مرفوض ولا يقبله عاقل. هذا الأمر موجود في مجتمعاتنا؟ نعم للأسف موجود، حتى موجود في المجتمعات الغربية. لكن أن لا نخلط الأمر، بمعنى أن هذه النظرة المتعالية لشريحة ذكورية معينة في مجتمع ما أن تدفعنا لنغير أو نقرأ دور المرأة في البيت قراءة سلبية، أعتقد هذه مسألة يجب أن ننتبه إليها. أوافقك فعلا أن في مجتمعاتنا هذه النظرة الاستعلائية موجودة، يعني ربما في شركات العمل أجر المرأة أقل من أجر الرجل، وخاصة حتى في المجتمعات الغربية، مع أنها المرأة تقوم بنفس الدور تماما وبنفس الدقة وبنفس الإبداع الذي يقوم به الرجل، لكنها للأسف لا تعامل اقتصاديا فقط لأنها مرأة. لا شك أن هذا ظلم، وظلم كبير جدا، وخاصة إذا علمنا أن هذا الأمر هو أيضا يسبقه عمل عظيم جدا في البيت، وتكون الطامة كبرى عندما الذين في البيت لا يقدرون هذا الأمر. لكن هناك أمر أختي أيضا أحب أن أشير إليه، ما الذي دفع المرأة بالذات في مجتمعاتنا للخروج إلى العمل؟ هل هو الرغبة في العمل والمشاركة المجتمعية فقط؟ ولا شك أن هذا أمر عظيم وجيد، لكن الجانب الاقتصادي، يعني في مجتمعات فقيرة المرأة التي تخرج وتعمل لأنها مضطرة للعمل، فالقضية لم تقف فقط عند نظرة ذكورية، إنما لمجتمع فيه أزمات اقتصادية. طيب تمام. ناجمة إذا كان يعني إذا كانت الحاجة المادية. المسألة غير متعلقة فقط بنظرة مجتمعية. تأمين يعني أساسيات الحياة، المشاكل المادية وإلى آخره هي التي تدفع بالمرأة إلى العمل. حتى في بعض الحالات يعني نسمع من عائلات أو يعني عندما يريدون تزويج أبنائهم نجد بأنه نريد موظفة. نريد أن نزوج ابننا لموظفة امرأة عاملة لكي تستطيع أن تسند البيت. النظرة الرجالية أو الذكورية تجاه مشاركة المرأة بأعباء البيت المختلفة، يعني المرأة تقوم بوظيفتين، وظيفة في الخارج ووظيفة في الداخل، والرجل يرفض أن يشاركها. بالنادر حتى نسمع عن أن الرجل يساهم مع زوجته في الاهتمام بالأطفال، في القيام بالأعمال المنزلية. أتفق معك في هذا، لا شك، لا شك أن العمل في البيت عندما تعمل المرأة من الظلم ومن الحيف عليها أن يقتصر فقط عليها. يجب أن يشارك الرجل كما هي شاركته في الإنفاق على البيت، فمن حقها عليه ومن حق الأسرة عليه أن يشاركها. وأعتقد لو فكر الرجل بشكل منطقي واجتماعي لاعتبر هذا شرفا له وليس إهانة ربما كما يتصور البعض. طيب. وربما أعتقد للأسف هذا في مجتمعاتنا للأسف غير متوفر. سنناقش أكثر يعني كيفية الوصول إلى شكل على الأقل متوسط من التضامن الذكوري مع المرأة. ست جنى، حركات نسوية في أوروبا وفي أمريكا تحديدا بدأت تظهر في الآونة الأخيرة تطالب بعكس ما طالبت به المرأة خلال سنوات طويلة، وهي موضوع المساواة، مثل حركة كل نساء العالم وفي الكثير غيرها يطالبون بعودة المرأة إلى المنزل، إلى الاهتمام ببيتها، إلى الاهتمام بأطفالها، إلى الاهتمام بزوجها. لماذا برأيك أوروبيا وغربيا اللي هن يعني وصلت المرأة إلى مساحة كبيرة من الحرية والتحرر، كأنهم الآن يعودون مرة أخرى إلى ما تشتكي منه المرأة في المجتمعات العربية؟ بس لوضح شيء، أنه كل المجتمعات اللي عايشين نحن فيها هي مجتمعات ذكورية، تختلف بتفاصيل معينة لكنها كلها ذكورية. وفي كتير من موجات التحركات النسوية في العالم، في ضد تفاصيل معينة، ضد أمور، في غيرها مع الأمور هي ذاتها، فما في تمثيل كامل. يعني لما بتقولي في مجموعة هلأ عم بتقول أنه هي بدها ترجع النساء على البيوت، فهي مش ضروري تكون ممثلة للشريحة الأكبر من النساء. لكن أنا أعرف أنه خاصة في أوروبا وفي أمريكا هناك مجموعات كبيرة، أو حاليا في السياسة في مد يميني، مد نازي كبير في السياسة،
فضربت فيه كمان النسوية، بمعنى أن هذه النسوية التي تطالب بكثير أشياء لا تمثل النساء عامة هي من أنواع النسوية المحافظة التي تربط دور النساء بالدور الديني أو التعريف الديني لماهية النساء، ولكن بالأساس يعني. الجنة. لكن هذا لا يعني بأن أي شيء قادم من أوروبا أو من الغرب متطور أولا. ثانيا، نحن كنسويات نحن محليات، فنحن نطالب وننظر إلى مطالبنا وننتج مطالبنا وقراءاتنا بحسب واقعنا المحلي، بحسب واقعنا العربي بلبنان وفي بلاد الشام، ننتجه بحسب واقعنا هنا، مختلف يمكن مثل ما قلتوا عن الخليج مثلا. ولكن ست جنى، ألا تتعرض المرأة يعني إلى إضافة لكل الأعباء، يعني هي في سوق العمل المرأة تتعرض إلى الضغط الشديد، سواء من خلال التمييز مثلا بموضوع الأجور، التمييز في التعامل وإيكال المهام على اعتبار الرجل دائما هو الذي يأخذ المهام الأكبر وهو صاحب المسؤولية، التعرض للتحرش على سبيل المثال، التعرض لكل أنواع المضايقات. لماذا المرأة يعني تخوض هذه الحرب الشرسة في مجتمع هو نصفه من الرجال؟ طب هنا يأتي السؤال، هل لأنه في أزمة في المجتمع، هل لأنه في ذكورية وفي تحرش وفي نظرة خاطئة وفي استجمة باتجاه المرأة وعملها وقيمة عمل النساء، هل نوقف النساء عن العمل ونقول لهن روحوا تضبضبوا ببيوتكن، أو نغير من المجتمع؟ هل أحبس النساء أو أعالج المشكلة؟ فإذا نحن إذا اعترفنا أنه في مشكلة، فإذا مفروض نكون عم نقول لازم نحلها، بدل ما نقول لا النساء يتغطوا ويسكروا على حالهم ويبطلوا عايشين حقيقة يعني. نعم، شكرا لك. لأنه لما نحن نفرض على النساء أنه تفضلي جملة أخيرة. لما نحن نفرض على النساء أنه في خطر عليكم برا، وأنه في تهديد لحياتكم ولأمانكم، فإذا أنتوا ما تعملوا شيء وما تتحركوا، نحن حقيقة عم نقتل النساء. نعم. عم نحدد تعريف حياتهم ودورهم بالحياة بشيء كتير محدود وبشيء هن ما ضروري دايما بالدنيا. شكرا لك جنى نخال، باحثة نسوية، على المشاركة، كنت معي من بيروت. كما أشكر مازن شيخاني، باحث اجتماعي بمركز برق للدراسات، كان معي من أنطاكيا. نتوقف الآن مع موجز لأهم الأخبار مع الزميلة رانيا أدريدي، ثم نستكمل فقرات برنامجنا. مساء الخير رانيا. مساء النور رولا، وأهلا بكم. تواصل الاشتباكات بين ألوية الحماية الرئاسية وقوات أمنية حكومية من جهة، ومسلحين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال من جهة أخرى، في بعض أحياء مدينة عدن جنوبي اليمن. الجيش التركي يطلق عدة صواريخ على مواقع لوحدات حماية الشعب الكردي في منطقة عفرين، والجيش السوري الحر مدعوما بالطيران التركي يهاجم مواقع ميليشيات وحدات حماية الشعب الكردي. مقتل 14 مدنيا وإصابة ما لا يقل عن 30 آخرين، بينهم أطفال ونساء، بغارات جوية على منطقة خفض التوتر في إدلب السورية. انطلاق الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية الذي يستمر لمدة يومين، والهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة تقاطعه. الآلاف من موظفي وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بقطاع غزة يشاركون في مسيرة ضخمة نظمها اتحاد الموظفين، وصلت إلى مقر منظمة اليونسكو غربي مدينة غزة. الولايات المتحدة تسلم الجيش الأردني آخر دفعة من طائرات مروحية لتعزيز الدفاعات الحدودية للمملكة والمشاركة في عمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية. الشرطة الروسية تطلق سراح المعارض الأساسي للكريملين أليكسي نافالني بعد اعتقاله لفترة وجيزة يوم أمس في موسكو. شكرا للمتابعة، عودة إليك رولا. شكرا لك رانيا. نتوقف الآن مشاهدينا مع فاصل، حيث نتابع من بعده في شباك الفنون.
نذهب إلى مدينة روتردام الهولندية، حيث فعاليات مهرجان السينما الدولي الذي يضم مشاركات عربية ومن بينها فيلم التقارير المرشح للحصول على جائزة نمر هيفوس، والتي تعد من أرفع جوائز المهرجان. وفي شباك التلفزيون نأخذكم في جولة على أبرز ما تناولته محطات التلفزيون في الجزائر خلال الأسبوع الماضي. وفي شباك الثقافة نذهب إلى تونس لمناقشة الجهود التي يبذلها المجتمع المدني للحفاظ على الإرث الثقافي والمعمار في مدينة تونس العتيقة. أهلا بكم من جديد في حلقة اليوم من شبابيك. نذهب الآن إلى شباك الفنون وإطلالة على الدورة 47 من مهرجان روتردام السينمائي الذي انطلقت فعالياته نهاية الأسبوع الماضي ويستمر حتى 4 فبراير شباط بمشاركة عشرات الأفلام من حول العالم، من ضمنها عدد من المشاركات العربية ولعل أبرزها فيلم سارة وسليم المؤيد العليان القادم من فلسطين والمرشح للحصول على جائزة نمر هيفوس الجائزة الكبرى في المهرجان. الزميل زاهر عمرين زار هذا المهرجان لإلقاء الضوء على المشاركات العربية فيه، نتابع. مشاركات عربية عدة يحتضنها مهرجان روتردام السينمائي الدولي في دورته 47، أبرزها الفيلم الفلسطيني ذو الإنتاج المشترك التقارير حول سارة وسليم. هذا الفيلم مرشح إلى جانب 8 أفلام عالمية أخرى لنيل الجائزة الكبرى في هذا المهرجان، جائزة نمر هيفوس. الفيلم من إخراج مؤيد العليان، وهو يحكي قصة حقيقية مستوحاة من أحداث جرت داخل الأراضي المحتلة. هذا الفيلم يتناول قصة عامل فلسطيني بسيط سليم الذي يعيش علاقة حب سرية خارج إطار الزواج مع سارة زوجة ضابط إسرائيلي. لكن الفيلم ليس مجرد علاقة حب محرمة فقط بين عدوين لدودين، بل هو رصد صريح وصادم للحياة اليومية تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي، حيث يدفع الفلسطينيون أثمانا باهظة لقاء أدنى متطلبات الحياة. يدقق الفيلم بعناية كذلك في تفاصيل الحصار والبطالة وفي مفردات الرعب والخذلان وازدواجية المعايير، ويحفر في عمق المجتمع الفلسطيني. فرادته تكمن في كونه لا ينطق بكلمة سياسية واحدة، وإن كان كل ما فيه ينبض بالسياسة. اقتحمت قوات الاحتلال عددا من المقرات خلال اجتياح قوات كبيرة لنلقي الضوء أكثر على هذا الفيلم نستضيف أحد أبطاله الممثل الأديب الصفدي، لكن قبل ذلك دعونا نستمع إلى عينة من آراء الجمهور ممن شاهدوا هذا الفيلم. أنا من مدينة القدس وعايشة هون في هولندا، وهذا الفيلم بالنسبة لي نقلة كان لمدينة القدس والظروف اللي بيعيشها الفلسطيني بشكل مغاير وغير مبتذل عن التفاصيل الحياة الفلسطينية اللي عادة بنشوفها بأفلام أخرى أو حتى بالدراما المعتادين عليها. ففعليا الفيلم هذا فرجانا شيء احنا بنعرفه وعايشينه ونقله بشكل حقيقي، يعني هذا الصراع اللي بيعيشه الفلسطيني ومحاولته انه يعيش انسانيته وعودته للسياسة بكل تفصيلة بجرب يعيشها. I think it was a great story. أعتقد أنه فيلم رائع، وبشكل خاص قصة الفيلم جميلة جدا لأنها معقدة وتزداد تعقيدا مع تطور الأحداث، وتشعر في كل لحظة أنها ستنتهي هنا، لكنها تتطور أكثر وتتوالد الأحداث منها بالتدرج. الفيلم يعرض الصراع السياسي الفلسطيني جنبا إلى جنب مع الحالة النفسية للشخصيات وكذلك الاختلاف الديني. أديب، أولاً أود أن أرحب بك وأتمنى لكم حظاً طيباً في الحصول على هذه الجائزة، وألف مبروك على العرض العالمي الأول للفيلم. هذا الفيلم الفلسطيني مختلف عن بقية الأفلام، لكن ما الذي يحاول أن يقوله ولم تقله بقية الأفلام الفلسطينية؟ الفيلم بده يقول بكل بساطة أن اللي حبيته بالنص واللي شفته بمؤيد، أنه بده يقول أنه طلعوا على الإنسان، ما تطلعوش على شو صار وشو بده يصير وسياسي، لا طلعوا على الإنسان نفسه. يعني بتشوف
اللي بده يقوله انه اللي حكوا امبارح الناس انه تعاطفت مع كل شخصيه، ما شفتش واحد شر وواحد خير، يعني الاربع شخصيات يعني نتعاطفوا مع كل واحد. حتى يعني في صبيه من جبهه التحرير انه قالت لي انه انا كرهت حالي اني تعاطفت مع الاسرائيلي. فاللي بده يقوله الفيلم هو هيك، انه مش تعاطف مع، انه شوف كل انسان، شوف ليش عمل هيك، شوف شو اسباب اللي عم توصله لهالمحل اللي هو بنظرك صح، يعني نحن عم نشوف الصح والغلط الأخير، بس شوف شو وصلوا لهون. هذا الفيلم يصور الحياة اليومية للفلسطينيين تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي، وأنه يعني مأخوذ من قصص واقعية، لكن لأي درجة فعلا هذا الفيلم يشبه الحياة اليومية التي يعيشها الفلسطينيون؟ هو هذا كمان اللي حبيته بخيار مؤيد بالسيناريو، مؤيد ورامي اللي كتب السيناريو، انه جايبين الناس العاديه، الناس البسيطه، يعني عم يحكوا عن ناس بسيطه، كان سليم ولا بيسان ولا حتى شخصيات اليهود اللي هن الاكثريه بالمجتمع، هن المجتمع البسيط العادي العامل يعني، فمش رايحين ل بطل معين او اسم كبير او لا، رايحين مختارين شخصيات من الحقيقه. فسليم بيشبه شريحه كبيره بفلسطين بالقدس بالذات، يعني بيشبه شريحه شباب كثير اللي عم بتدور على بديل، عم بتدور على شيء اللي يعمل له اللي بسموه ساتسفاكشن هذا باليوم، يعني يعمل له هيك حبه شوي بسط، فهذا اللي عم بدوره عليه الشباب، وسليم بيشبهه، يعني بيشبه شريحه كثير. كيف من الممكن لهذا الفيلم ان يتحدث كل هذا القدر من السياسه ولا يتكلم كلمه سياسيه واحده تقريبا؟ هو مؤيد كونه ابن القدس، فهو عم بيحكي عن نوعا ما عن بلده، عن مسقط راسه يعني، فهو حاول كثير، وأتوقع أنا كيف شفت أنه نجح بهذا الشيء، أنه يجيب الحياة البسيطة، يعني الحياة الناس العادية الهم تبعها، بس مش بطريقة المعترف عليها تبع كيف بدي أقول لك، مش يحكي عن السياسة بشكل مباشر أو يجيب الهم المعاناة أو الخلاف بين الناس. يعني نحن شفنا بالفريم نشوف الجيش الإسرائيلي البوليس ورا، نشوف بالقدس لما يكون في كان في كثير مشي بالسيارة، يعني بالمشاهد بالسيارة، فأنت مؤيد كان عم بركز على اللي برا الناس، من هنيك أنه هاي القدس شوفوا شو عم بيصير فيها من مشاكل اضطهاد وكذا، وها إنسان بسيط ضمن هذا الجو، فتخيلوا ليش عم شوفوا ليش عم بيصير معه هيك يعني. تمام، يعني سكريبت فعلا يعني مشغول بطريقة ذكية، في من التعقيد حياك يعني تماما، كلمة حياك هي الصح لوصف هذا سكريبت. فعلا العالم العربي والسينما الفلسطينية صارت بتفتقد لهذا النوع من النصوص. هل من الممكن انه يعني نحكي بقى عن سينما فلسطينية جديدة، خاصة انه الجيل الجديد ما عاد مرتبط حلو بأجندات السياسة القديمة؟ ايه بفلسطين اسا في بفلسطين بكل فلسطين الضفة و48 في مجموعة مخرجين وشباب جديدة عم تطلع بزخم، يعني أفكار جديدة اللي هي كثير مختلفة عن قبل. يعني اشتغلت مع شاب من حيفا مثلا بفيلم قصير، طالب يعني مشروع تخرج، عمل فيلم كمان حكى عن قضية يعني قضية فلسطيني وعربي بدون ما يحكي، يعني من مجرد تحقيق يعني. ففي مجموعة شباب، بلال اسمه الشاب، في مجموعة شباب وصبية كمان، في صبية اسمها ميسون حمدان عملت فيلم بر بحر إذا سمعت عنه، في مجموعة شباب وصبية اللي عم يعملوا إيه، في عم بيجيبوا أفكار جديدة وعم بيحكوا عن القضية بصورة مختلفة بشكل آخر، يعني اللي عم بيكون تنقل للأوروبي واضح أكثر بصراحة من الأشكال اللي كانت تنطرح فيها القضية بالأفلام السابقة. يعني الأفلام السابقة كانت ممكن تركز أكثر على أنه العربي بدي العربي واللي حدي ابن عمي يشوف قضيتي، بس هون الشباب لا، عم بيحكوا عنها بشكل مختلف وعم بوصلوها أوسع بالعالم، عم توصل أوسع على القضية الفلسطينية وبشكل آخر، اللي أنه إيه نحن مش تعوا شفقوا علينا، لأن نحن بني أدمين موجودين وعنا قضية. سأسألك أكثر عن هذا الموضوع، لكن دعنا نستمع أولا لرأي روش عبدالله المدير الفني لمهرجان روتردام للفيلم العربي الذي شاهد الفيلم. الشيء الجيد بهذا الفيلم أنه عن أشخاص حقيقيين، ونحن بننسى طبعا اللامباشرة بيطرح القضية الفلسطينية. أعتقد هذا أهم شيء وأنجح بكثير من البروباغندا اللي على الأغلب يكون الناتج تبعه عكس. يعني هون بنلاقي شخصيات بنحبها،
وبينهضم حقوقها، وهذا شيء يعني شيء إنساني بيتعدى كل شيء. وأعتقد هذا لازم نركز على الإنسان وعلى القصص الصغيرة، قصص الشارع، قصص الناس. وأشوف إنه في الفترة الأخيرة السينما الفلسطينية متجهة بهذا الشيء، بهذا الاتجاه، هو الاتجاه الصح. يعني أنت كسوري المنشأ وتلقيت تعليمك في سوريا وأصلك أيضا من الجولان، تعيش يعني على الخط الفاصل إن صح التعبير بين سوريا وفلسطين، لأي درجة هذا الموضوع يضيف لخبرتك كممثل، لأي درجة فعلا ساعدك على التقاط مفاتيح الشخصية وشخصية سليم يلي بتمثلها بهذا الفيلم؟ أنا كثير انحظيت بالشغلات اللي صدفت بحياتي، تعلمت بسوريا وصدفت انه انفرض علي ارجع بعد الثوره بعد 2012، انفرض علي ارجع على فلسطين، فبديت من الصفر هنيك وبديت ابني شيء. فكمان ساعدني هذا انه تعرفت على نوعين وشكلين يعني، واختلطت بنوعين من التمثيل. فلسطين يختلف، في اختلاف بالتعاطي مع التمثيل من المدرسة السورية. المدرسة الفلسطينيين بيتعلموا أكثر المدرسة الأوروبية السورية، المدرسة ستانسلافسك الروسي، المنهج الروسي يعني بعده ثابت هنيك. فأكثر فلسطين في انفتاح على المدارس الأوروبية أكثر. سورية تأسست كثير حلو، وأساتذة كثير يعطيهم العافية يعني ومشكورين على التعليم. فهذا التأسيس ساعدني بفلسطين أنه أسلك. وبصراحة فلسطين يعني لما تقول انه انا خريج المعهد العالي، مرات بيسألوك وين تعلم؟ بدمشق، خريج المعهد العالي. يعني في هذه ردة واو، انه خريج المعهد العالي. فكثير عم بيساعدني صيت المعهد العالي وسوريا، انه انا درست بسوريا، يعني سوريا دمشق المعهد العالي، كثير عم بيساعدوني انه تقدمت يعني واجتهادي الشخصي يعني بعرفش قديش عم بيكون كيف يعني. ولا وصلني لهالفيلم يعني فعلا الشباب يعرفوا انه هذا اللي درس، هل درس بسوريا. شكرا جزيلا لك اديب، واتمنى لكم التوفيق ونيل الجائزه المرشح لها هذا الفيلم. ايضا تغطيتنا من مهرجان روتردام السينمائي الدولي مستمره للمشاركات العربيه. سيكون معنا غدا فيلم اخر، فيلم مصري ورد مسموم لاحمد فوزي صالح، الفيلم ايضا مرشح لاحد جوائز المهرجان. نراكم غدا، الى اللقاء. شكرا لزاهر على هذه النافذة، ونبقى في هذا الشباك ونستحضر الكاتب العالمي الحائز على نوبل للآداب جابرييل غارسيا ماركيز من خلال معرض بعنوان الواقعية السحرية في المكسيك، يوثق لجانب من سيرته الذاتية عبر مجموعة من الصور الشخصية. حينما كتب الروائي العالمي جابرييل غارسيا ماركيز آخر أعماله الأدبية المعنونة عشت لأروي، كان يرغب في توريث قرائه أجزاء حميمية من ذاكرته من خلال ارتكاب عملية تشريح ذاتي لسيرة حياته. هنا في المكسيك حيث اختار جابو قضاء آخر أيامه على الأرض، هناك من فكر في اقتناص اللحظات الأكثر حميمية في حياة الكاتب الكولومبي الحائز على نوبل. خلال معرض الواقعية السحرية ستشاهد 59 صورة أخذها مصورون كولومبيون معاصرون، بالإضافة إلى صور جرافيكية لتقارير من مجلة إل تيامبو وإل هيرالدو. وإل هيرالدو هي مطبوعة مهمة في كولومبيا، وقد كانت مهمة لماركيز لأنه اكتسب خبرته المهنية كصحفي هناك، وهناك أسس ناديا كان له بالغ الأثر على حياته الأدبية. الواقعية السحرية هو عنوان المعرض الذي تستضيفه جاليري كازا كولومبيا بمكسيكو سيتي، والذي ينهض على استعراض 59 صورة فوتوغرافية توثق لمراحل مختلفة من حياة رائد الواقعية السحرية في الأدب اللاتيني. أعتقد أن ما يجعل هذا المعرض خاصا هو جابرييل غارسيا ماركيز نفسه، لأن الناس يكتشفون جابو العفوي، جابو الذي ربما لم يعرفوه قبلا سوى من خلال كتبه. لذا أعتقد أن لدينا مجموعة خاصة جدا، وقد تلقينا تعليقات رائعة من الجميع. شكرا على هذا الجزء الذي لم يكونوا يعرفونه من جابو. المعرض الذي يستمر حتى 25 من الشهر المقبل يحفر في الينابيع الأولى لكتابات ماركيز من خلال التأمل في صور شخصية وقصاصات لتقارير صحفية أعدها الكاتب أثناء عمله بالصحافة، في محاولة لتتبع خارطة الطريق التي أوصلت ماركيز إلى ما كان عليه، عملا بمبدأه القائل إن الفرق بين الحياة والأدب هو مجرد خطأ بسيط في الشكل.
والآن إلى شباك التلفزيون والذي نستعرض من خلاله مقاطع من أبرز البرامج والمواضيع التي تم تناولها في تلفزيونات الدول العربية. جولة اليوم من محطات التلفزة الجزائرية خلال الأسبوع الماضي، حيث اختلفت المواضيع بين المال ورجال الأعمال ودورهم في المجتمع، وبين المواقف السياسية للمعارضة والمطالبة باتخاذها لمواقف حقيقية، ومواضيع اجتماعية كقصة المهاجر السوري الذي لم يتمكن من لم شمله مع زوجته الجزائرية وأبنائه. نتابع. تغول المال في الجزائر أصبح له ظواهر ومظاهر كثيرة، وتدخله في القرار السياسي والقرار الإداري والتعيينات المتعددة. صح، في الاقتصادي أستاذ شنيد. والاقتصادي، الاقتصادي إحنا المشكلة الكبرى في الاقتصادي. البارح تكر مؤسستين برك دخل فيهم البريفي. الاقتصادي. المطاحن ومذبح في حسي، يعني كاين مؤسستين. حتى هذه لما تتكلم على المطاحن تتكلم على الدعم العمومي، وتتكلم على كلام كثير يقال في هذا الموضوع، بمعنى أنه أين يذهب أغلب التحويلات الاجتماعية؟ ولكن جمود عباس غائب 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 تمام على الوضع الحقيقي المعيشي. نقول نعم، يوم شاب يوم ساكت صابر، ما حبش يخرج يطالب بالحقوق تاعه إلا لاستتباب الأمن والاستقرار، لأنه يدرك جيدا أنه يخرج إلى الشارع ستكون التكلفة غالية ولا أحد يستطيع توقيفها. انتقد وزير الطاقة الأسبق بشكل صريح ومباشر، وقال أن تعليمة بوتفليقة جاءت لتوضيح الأمور. ويحيى، الجزائر ليست للبيع. وشكيب خليل نكار الخير نكار الخير، الحيحوحة وصلت لتبادل أغاني عاطفية بين مطرب الحكومة الأول وخاين العشرة شكيب خليل، ويا نكار الخير آخر إبداع لسي أحمد في أهدي هذه الأغنية لشكيب كان خليلا قبل أن يخون الملح والعشرة. شغلي ما وش نعلق مع كل مواطن. المواطن شكيب خليل هدر مسؤول على كلامه. للأسف المعارضة نتاعنا في الجزائر ايش عندها؟ ما عندهاش مشروع تاع تجيك تقول لك الحل هاو، الحل دير لي هذا، ولا تروح مساءلات. شفناهم يعني ما كانش، هو بدا بكلامه الأستاذ المحترم، بداها قال لك أنا أطرح سؤال، المعارضة ما تطرحش سؤال، جيت تطرح مشروع، هذا مشروع اللي انقذ به المشروع تاع، قال المشروع هذايا مش مليح، قال دير لنا المشروع هذا. لازم ننبهوا المواطنين تاعنا باللي سان فو با دير كي ضحينا ب 200 ألف شهيد خلاص رانا طوينا معركتنا مع الإرهاب ومع الأصولية. نعم نجحنا ضد الإرهاب، هزمناه ثقافيين وعسكريين، ولكن الأصولية مازال البذور تاعها في بلادنا. واني طالبة منهم يجيبوا لي ولدي، يجيبوا لي ولدي نشوفه. أنا ولدي راني متوحشاته، بغي أشوف وجهه. أنا نحب هاد الدولة تجيب لي ولدي. خويا هادي عمي اللي راح لإسبانيا وراح نورمال بصحته، من بعد شهور هكذا ولا عيط لنا كان مضرور. راني مضرور ما داروا له لا ما داوا ما والو. حنا مول لي سون زين، حنا هاد الصباح كامل نفوتو ما نطلبو من السلطة تاع يجيبو لنا خونا وصاي. كيما الحجاب فصل فصلت فيه الشريعة الإسلامية، ما نتناقشوش على هاد الأمور. ماذا بينا ننتقلوا إلى علاش أولوا كلامك سيدة نوري؟ هذيك في ديك الفترة، في ديك الفترة هذيك الفترة اللي كان كنت دايرة تصحيحية لسي أحمد ويحيى، واستغلوها وبدلوا لا فيديو وجابوا تقول نوريا حفصي تقول سيتي مونتاج، تقول باللي الحجاب هو من الجاهلية. نعم انت هي تنفي هذا. انا ما تكلمتش على انفي، انا بنتي دير الحجاب. هاي تخبي انا عرفنا الحقيقة. المجتمع المدني للحفاظ على الارث الثقافي والمعماري في مدينة تونس العتيقة. وفي شباك لندن نجول في منطقة كناري وورف، حيث يقام مهرجان أضواء الشتاء، والذي استضاف 32 عملا فنيا مضيئا لفنانين من مختلف دول العالم. وفي شباك أصفر نتوقف عند بعض الأخبار والفيديوهات التي تم تداولها على مواقع التواصل وثبت فيما بعد أنها أخبار كاذبة.
أهلا بكم من جديد في حلقة اليوم من شبابيك. نستكمل فقرات برامجنا ولكن نذهب قبل ذلك إلى موجز أهم الأخبار مع الزميلة رانيا الدريدي. مساء الخير مرة أخرى رانيا. مساء النور رولا وأهلا بكم من جديد. قتل 10 مسلحين على الأقل وأصيب 30 في اشتباكات في عدن جنوبي اليمن بين قوات حماية الرئاسة التابعة للرئيس اليمني عبد رب منصور هادي وقوات الحزام الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات. في غضون ذلك دعا رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر التحالف العربي الذي تقوده السعودية إلى التحرك لإنقاذ الموقف في عدن، وخص بالدعوة دولة الإمارات المتحدة التي قالت إنها صاحبة القرار اليوم في عدن. كما دعا الرئيس هادي إلى وقف إطلاق النار على الفور. أطلق الجيش التركي عدة صواريخ على مواقع لوحدات حماية الشعب الكردي في منطقة عفرين داخل سوريا. كما هاجم الجيش السوري الحر مدعوما بالطيران التركي فجر اليوم مواقع ميليشيات وحدات حماية الشعب الكردي، فيما شنت الميليشيات هجوما معاكسا على محاور تل قسطل وجبل بورصايا. في غضون ذلك أعلن الجيش التركي في بيان مقتل نحو 600 عنصر من المسلحين الأكراد منذ انطلاق عملية غصن الزيتون. نبقى في تطورات الشأن السوري، إذ قتل 14 مدنيا وأصيب 30 على الأقل بينهم أطفال ونساء نتيجة غارات جوية على منطقة خفض التوتر في إدلب السورية. ونقلا عن مصادر ميدانية، فقد شنت طائرات حربية روسية وأخرى تابعة للنظام السوري أكثر من 100 غارة اليوم على مناطق مختلفة في إدلب. انطلقت الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية والذي يستمر لمدة يومين وتقاطعه الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة. مسودة البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري تركز على تشكيل لجنة دستورية بمشاركة وفد النظام ووفد آخر يمثل طيفا واسعا من المعارضة من أجل التحضير لتعديل الدستور برعاية الأمم المتحدة ووفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 22-54. وقد وضعت شخصيات معارضة في الشمال السوري وقف قصف إدلب شرطا لحضور محادثات سوتشي. سلمت الولايات المتحدة الجيش الأردني آخر دفعة من طائرات مروحية لتعزيز الدفاعات الحدودية للمملكة والمشاركة في عمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وتمت مراسم تسليم الطائرة المروحية وهي من طراز بلاك هوك في قاعدة الملك عبدالله الجوية، وتخللتها عملية محاكاة لإيقاظ رهائن تنفذها القوات الخاصة. يذكر أن الأردن تشارك في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية. أطلقت الشرطة الروسية سراح المعارض الأساسي للكريملين أليكسي نافالني بعد اعتقاله لفترة وجيزة يوم أمس في موسكو. وكتب نافالني على تويتر: أنا حر، مضيفا أنه يوم بغاية الأهمية، شاكرا كل الذين لم يمنعهم الخوف من الدفاع عن حقوقهم. وكان نحو 10 من رجال الشرطة قد قادوا نافالني بالقوة إلى داخل شاحنة بعيدا ضمامه إلى مناصريه في تظاهرة بشارع وسط العاصمة الروسية موسكو، والذين لبوا دعوته للتظاهر في أرجاء البلاد ضد انتخابات رئاسية وصفوها بالخدعة ستجرى في 18 من آذار مارس المقبل. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة توقف الخدمات الصحية في مستشفى بيت حانون شمالي القطاع بسبب نفاذ الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية. وأفاد الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة في تصريح صحفي أن نحو 60,000 نسمة يعيشون في بلدة بيت حانون سيكونون بلا خدمات صحية. وبحسب بيان لوزارة، فإنه من المتوقع أن يتم إغلاق مستشفى الدرة للأطفال خلال الساعات القادمة. نهاية الموجز، عودة إليك رولا. شكرا لك يا رانيا. والآن مشاهدينا نعود لاستكمال نقاشنا الرئيسي في حلقة اليوم، حيث كنا قد طرحنا موضوع نظرة المجتمع للأم العاملة في مجتمعها بالمجمل، وسألنا المواطنين من جزائريين وسودانيين حول نظرة المجتمع للمرأة العاملة كأم والمنتظر منها. نتابع الإجابات. لازم ضروري باش تكون الأم تخدم، تكون الأم تربي، الأم تخرج مسؤولين كبار، تخرج أسرة مليحة، تخرج مجتمع كبير. لازم ضروري المرأة تكون خدامة، تكون عندها
بوست يعني لاباس وتكون مستوى. انا نعارض الام العامله لان الدور تاعها انها تربي اجيال وانها تكون كأم افضل منه ان تكون كدعم الاقتصاد نتاعها. اذا كان الاب يكفي ولا عنده امكانيات باش العائله تعيش مليح، اظن ان من الاحسن ان الزوجه تقعد في البيت. والمرات تخدم في حاله وحده باك، كاين في حاله كي نقولوا زعما مات زوجها ولا مطلقه. في تقديري انه عملها في البيت افضل ليها، لكن للظروف الاقتصاديه بمر بها عالمنا يعني والظروف الطاحنه، يعني المراه انجبرت انها هي تعمل جنبا الى جنب مع الرجل عشان توفر غوط عياله زي ما بيقولوا. فانا اعتقد انه يفضل انه المراه يمكن ان تكون ام عامله، ولكن تحتاج الى مزيد من الاحترازات او مزيد من الوضعيات او الفرضيات الجديده كترتيب الوقت. والله انا بشوف يعني لو كان في ظروف يعني خلاها تضطر ان هي تشتغل ممكن تشتغل يعني لا مانع. والله الام دي ما قطعت تشتغل لان الام دي اعز منها ما في، وياها الاساس يعني في البيت يعني امك دي بالذات يعني ما تقدر تشتغلي مع الشغل ابدا. انا اكيد يعني واقفه مع الام العامله، على الاقل هي بتكون حققت جزء من احلامها. اكيد ما كل ام بتشتغل هي بتبحث مثلا عن انها توفر قروش او انها تصلح وضعها المادي، وان كان طبعا اكيد حصلح وضعها المادي، لكن ما بقدر ما هي بتكون عايزه تحقق جزء من احلامها وترضي طموحاتها في نفس الوقت. يعني طبعا اكيد والله انا مع الام العامله، ولانه يعني الزمن ما اقبل على ان العالم يتطور، وحتى احنا هنا في السودان بلدنا ما شاء الله ما شفت تطور. وطبعا المرأة العاملة هي ساهمت في كل يعني في كل المجالات، ومش في السودان بس، يمكن في كل الدول العربية، باعتبار انه الظروف الاقتصادية يعني اجبرت العديد من النساء انه يكونوا عاملات. على حسب المتطلبات ما لا ارى فيه مشكلة، يعني على حسب نوع الأسر والمجتمعات في دور الأم كونه تعمل. إذن كما تابعنا آراء الناس في الجزائر والسودان، والتي تركزت بالنسبة للرجال على اعتبار بأن الظروف الاقتصادية أو إذا كان هناك لا يوجد معيل للمرأة فهو مبرر لأن تعمل، عدا ذلك يفضلون بقائها في المنزل. أما في السودان يعني تنوعت الآراء كما تابعنا، ودائما المرأة رأيها يختلف عن الرجل في هذا الموضوع، وكانت تتحدث عن الطموح في موضوع العمل وليس فقط لأسباب اقتصادية. ماذا عن مواقع التواصل الاجتماعي وما رصدناه من ردود أفعال حول هذا الموضوع، حيث طرحنا السؤال ذاته على متابعي تلفزيون العربي على موقع فيسبوك. لنبدأ مع توسا والتي كانت تقول: أي نعم تغيرت كثيرا طبعا بالنسبة لنظرة المجتمع للمرأة الأم العاملة نحو السلب، فالمجتمع يحمل الأم كل التبعات التي تحصل وسط أسرتها وخاصة الأبناء، فكثيرا ما نرى أن الأطفال بسبب غياب الأم لا يحسنون معاملة الناس، وطبعا كذا لا يحسنون التصرف، فكثيرا ما يقعون بالمشاكل كون الأم هي المربي والناصح والمساعد، وكونها أيضا الأقرب لأطفالها، وبما أنها عاملة يعني أن هذا الجانب مهمل، وهذا ما أظنه رأي المجتمع. طبعا توسى هي ضد هذا الموضوع بشكل كبير، ويعني تتحدث عن السلبيات والتبعات الناتجة عن عمل المرأة التي تترك أطفالها في أغلب الأحيان إما يعني العاملات في المنزل أو المربيات أو حتى للأقارب أو حتى للجيران، لأنه بالمجمل الزوج أيضا يكون يعمل، بالنادر أن يتفرغ الرجل وأن يقضي ساعات وجود عمل زوجته وجودها في العمل مع أطفاله. نذهب إلى رأي آخر الآن والذي ربما كان أكثر حدة من توسى، وهو رأي لسيلفيا التي قالت أو قال سيلفا الذي قال: نعم المرأة الفاشلة هي التي تستطيع أداء وظيفتها كأم، ما نجحوش يكونوا أمهات، خلي أنهم يخدموا على الأقل ما يكونوش عالي على المجتمع وبلا بلا فائدة. إن شاء الله أكون فهمت يعني اللهجة بالمجمل، ولكنه يتحدث عن المرأة بشكل قاسي جدا، ويقول بأنه فشلها كأم وعدم نجاحها كأم على الأقل تشتغل وما تكون عالي على المجتمع. نذهب الآن إلى رأي آخر من شخص باسم بلاد الغربة، حيث قال: نعم لست ضد المرأة العاملة، ولكن البيت والأطفال من أولوياتها إن وفقت بين العمل وشؤون بيتها
وأبنائها لا عيب وتكون موفقة. طبعا يتحدثوا عن موضوع التوازن بين الرجل ويعني بين العمل في الخارج والعمل داخل المنزل. نذهب إلى رأي آخر أيضا هنا لمحمد المحمد الذي قال: الأم الماكثة بالبيت أي الباقية في المنزل أصبحت في نظر الرجل شخص عاطل عن العمل رغم قيامها بكل الأعمال حتى دهن الجدار. يحملون المرأة المسؤولية وأنا أحمل الرجل المسؤولية لأنه لم يعد قادرا على تحمل مسؤولياته تجاه بيته. وكل أمرأة عاملة ترى زوجها عاطل عن العمل حتى وإن كان يعمل لأنها من المفروض أن تكون في البيت هي معززة مكرمة. طبعا يتحدث عن أنه نظرة الرجل طبعا اللي ذكرناها في بداية الحلقة في حوارنا للمرأة بأن المرأة التي تجلس في المنزل والتي لا تعمل في الخارج الرجل نفسه هو الذي يقلل من شأنها ويعتبر بأنها لا تقوم بشيء ما دامت لا تعمل خارج المنزل وهو ما تعانيه الكثير من النساء. إذن كانت هذه مجموعة من الآراء التي شاركتمونا بها على مواقعنا على التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام وأكيد نرحب دائما بمشاركاتكم في هذا الموضوع. والآن طبعا نذهب إلى شباك الثقافة حيث نذهب إلى تونس التي تحضن بعضا من أقدم المدن أو البلدات في العالم وشيدت في 1200 قبل الميلاد داخل ما يعرف بمدينة تونس الكبرى الآن وتحولت إحدى تلك البلدات طبعا إلى مدينة قرطاج التاريخية ثم تعاقبت على المنطقة حضارات مختلفة تركت جميعها أثرها في معمار المدينة. الزميل عبد الكريم الحاج زار مدينة تونس العتيقة واطلع على بعض ما يبذله المجتمع المدني للحفاظ على إرث معماري تنفرد به تونس. نتابع التقرير ونعود للنقاش. طراز معماري فريد تتميز به المدينة العتيقة في تونس العاصمة فهو يضم عناصر مختلفة تعكس تأثير الحضارات المختلفة التي تعاقبت على البلاد عبر تاريخها الطويل. عبقرية المهندسين والبنائين والحرفيين المحليين تتمثل في كافة الجوانب وفي أدق التفاصيل. هذا الإرث الحضاري يحظى بالكثير من العناية من قبل ناشطين في المجتمع التونسي من بينهم السيدة ليلى بن قاسم. يقولوا لي انه الاثرياء عندهم كما هذا يسمى كما البركونه مثلا نقولوا الاقواس تحل تلقى قدام غرفتك بلكونه فالاثرياء على اربع جهات فهذا بما انه جهتين فقط فقد تكون عائله متوسطه. بن قاسم اعادت ترميم احد دور المدينه العتيقه وحولته الى فندق سياحي ذو طبيعه خاصه. هما العائله اللي ملكت الدار هذه 300 سنه كانوا عطارين كانوا يمارسوا حرفه العطار يعملوا العطر وكانوا من القرن 17 من امناء سوق العطارين وكان عندهم محلات كثيره في العطر في سوق العطارين فطبعا صنع العطر من الحرف اللي اندثرت في تونس فهذه كان السبب اللي خلاهم يبيعوا معظم أحوانتهم في سوق العطارين. بتوسع مساحة العاصمة تونس أصبحت المدينة العتيقة تبدو صغيرة لكنها غير ذلك فهي كبيرة في معناها ومضمونها. لتسليط الضوء أكثر على طبعا الموضوع المعماري والثقافي في تونس تنضم إلي من تونس العاصمة أمال المؤدب مهندسة معمارية بجمعية صيانة تونس. أهلا بك سيدة أمال، يعني ما بعرف إذا تابعتي التقرير معنا من تونس العتيقة من إنجاز الزميل عبد الكريم. طبعا بداية إلى أي درجة فعلا هناك اهتمام في تونس بالمناطق الأثرية بالتاريخ بحضارة تونس بالمجمل؟ السلام عليكم والسلام على جميع المشاهدين. وعليكم السلام. التقرير كان
عليكم السلام. التقرير كان يحكي بالأساس على أهمية التاريخ المعماري للمدينة العتيقة. المدينة العتيقة اللي كانت في وقت من الأوقات هي العاصمة وأصبحت جزء من حي من أحياء العاصمة، وكانت في وقت من الأوقات شملتها نوعا ما من الإهمال والتهميش كان يمكن أن أقول، لكن الحمد لله بفضل عناية بلدية تونس والسلطات والمجتمع المدني خاصة، ومنهم جمعية سيادة مدينة تونس اللي أنا مهندسة معمارية فيها، قمنا بشوط من أشواط كبيرة للحماية والحفاظ على تماسكها العمراني ولسجها العمراني العتيق. وهذا نعطي نجم نحكي وإحنا نقوله، فما إحنا السنة كيف احتفلنا بخمسين سنة من بعاث جمعية سيادة مدينة تونس، وكي نقول إحنا لماذا وجود الجمعية وجدت وانبعثت لإجابة ورد الاعتبار للمدينة، لأن في وقت من الأوقات في الثمانينات كانت هناك فكرة لشق يعني المدينة إلى شقين ومرور يعني طريق من جامع من 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 ناجح حبيب بورقيبة الى قصبة مركز الحكومة، وكان سيكون اندثار تام للمدينة العتيقة. ومن انبعاث الجمعية الحمد لله معناتها قمنا بعمل كبير يعني مع البلدية هذا يضع المحلية يعني والمركزية، يضع الضوء على أهمية عمل الجمعيات المدنية ومنظمات المجتمع المدني في الحفاظ على التراث والإرث الحضاري في تونس. إذا كانت تونس ربما يعني لا تعاني بشكل كبير مثل الدول العربية الأخرى بموضوع إهمال الإرث الحضاري بالمجمل وعدم الاهتمام بالسياحة، حيث نرى في الكثير من الدول العربية مواقع أثرية هامة جدا تعود لآلاف السنين ولكن لا يوجد فيها اهتمام. صحيح. إن كانت تونس ربما تخطط نوعا ما هذه العقبة، ولكن ما الذي ينقصها يعني لتحافظ بشكل حقيقي وفعلي على كل الآثار التاريخية والإرث التاريخي الموجود في تونس؟ حسنا، المدينة العتيقة باش نحطوا شوية في إطارها، هي يعني المساحة نتاعها 270 هكتار، هي تمثل يعني 10% من مساحة العاصمة، والسكان نتاعها 100,000 ساكن يعني 6% من سكان العاصمة، باش نبينوا الأهمية والخصوصية نتاعها. وفيها قرابة 670 معلم أثري بقطع نظر على نسيجها العمراني المتماسك، يعني فيها عمل كبير وكبير للحفاظ عليه. نجم احنا في اول الفتره نتاع صيانه المدينه قمنا بدراسات معمقه لاحصاء كم من منزل وكم من كذا، فما فيها 15,000 المسكن يتطلب التدخل، وفيها اكثر من 3,000 عائله، يعني كل هذا حتى اذا قمنا يعني بعمل جبار وحاولنا معناتها التفادي، لكن العمل كيف افسر لك، هناك استراتيجيه لكن فما المشكله هو التمويلات. احنا في وقت من الاوقات يعني والحمد لله يعني بالجهد يعني المحلي والجهد العالمي يعني مع اليونسكو مع الفاديس البنك الكويتي معناتها الصندوق العربي للاستثمار، كنا مع صار فما عملية كبيرة صارت للحفاظ على النسيج، وقمنا بمسالك سياحية ليست طيب. مسلك سياحي هذا يعني من ناحية التمويل هو لرد الاعتبار ست أمال، هذا من ناحية التمويل نعم. والمساهمة المحاولة في نعم. تحصيل تمويل نعم. للحفاظ على تونس العتيقة، ولكن كما ذكرتي بما أنه يقطنها ناس وبالتالي قد تخضع هذه البيوت لعمليات إعادة بناء أو إعادة ترميم بالطريقة التي يراها صاحب المنزل مناسبة له، هل هناك قوانين وضوابط بالنسبة لسكان هذه المنازل في يعني في هذه العملية؟ سؤال وجيه. احنا في جمعية سيادة مدينة
قمنا بدراسه معمقه يعني للمدينه، وعلى حسب على غرار هذه الدراسه اخرجنا ما نسمي بمثال للصيانه والتهيئه للمدينه العتيقه، وقد اصبح هذا المثال مع قانون خصوصي للمدينه، يعني هو يعني لوغوبير، يعني هو كيف اوصف لك، يعني جميع السكان ملزومين اذا قاموا بتهذيب المساكن نتاعهم او ترميم يكونوا على حسب الكراس الشروط وحسب الخصوصيه للمدينه من نوع من ناحيه الـ يعني الـ الشكل المعماري يعني والمواد المستخدمه، المواد حتى المواد يعني المواد اللي يجب استعمالها، الالوان، الطابع المعماري، يعني الزخرفه، كل ذلك موجود في قانون للمدينه خصوصي، وهو بمثابه يعني قانون لابد اتباعه بالرغم من وجود ديما هناك تجاوزات، لكن الحمد لله ديما نحن هنا موجودون لل يعني لل طيب ولكن الاعباء للحد من هذا التجاوزات، للحد من هذه التجاوزات، ولكن في هذه الحاله يعني التقيد بشروط معينه في اعاده مثلا الترميم او تغيير يعني شيء في المنزل بشروط ومواصفات معينه ربما سيحتاج في هذه الحاله الى ميزانيه اعلى بالنسبه لصاحب المنزل، هل هناك مساهمه في هذا الموضوع؟ اي صحيح، هو احنا نقوم كجمعيه سياده مدينه بما يسمى الاسيستونس تكنيك، يعني المرافقه الفنيه للاشغال. دونك احنا مثلا ماذا نقوم عندما معناتها فما يجينا معناتها ساكن ويريد رخصه بناء، نحن نقوم بذلك بصفه رمزيه، يعني حتى الدراسه تكون بصفه رمزيه، ونقوم بمتابعه الاشغال حتى لا معناتها لا يقع تجاوزات لا في التمويل ولا في قيمة الأشغال، يعني نحن نقوم بالأكومبانيمون، يعني نساعد ونتبع يعني أشغال من الأول إلى الآخر، وبذلك نحافظ على الطابع المعماري، ويكون المالك يعني عنده الإمكانية باش يكون في يعني عنده له الخصوصية، خاطر هو فما حاجة هو إشكالية بين الحداثة وبين الأمور التقليدية والمعمار التقليدي، يريدون أن يسكنوا المدينة العتيقة ولكن مع التطوير عناصر البناء والمعمار. احنا كأنا كمعمارية نحاول أن نجد الحل الوسط ما بين المحافظة على الطابع المعماري القديم وتقديم خدمات جديدة عصرية للمسكن لكي يكون لائق ويكون في يعني احنا الآن في القرن 21، يعني فما خصوصية جديدة ومتطلبات جديدة للسكن. طيب يعني من ناحية القيمة نفس القيمة تماما، من جهة العقبات يعني الآن والصعوبات التي تواجهكم في موضوع الحفاظ على المدينة العتيقة. هو الإشكال فينا هذاك اش نحكي، يعني يريدون منزل عصري في طابع معماري تقليدي، يعني كيف نقنع المالك أنه عندما يحافظ على سماكة الجدران يعني سوف تحميه من الحرارة في الصيف ومن البرد في الشتاء، وكيف يعني احنا يعني فما عملية إقناع وتحسيس لأهمية العناصر المعمارية التقليدية، وكيف عندما يعني فما حتى من ناحية النوافذ، يعني توا النوافذ العصرية بالألمنيوم وكذا، واحنا احنا نتوجه أكثر إلى النوافذ التقليدية بالخشب، يعني وفما زخرفة معينة، يعني هو يعني كما تابعنا في التقرير كيف صحيح كما تابعنا في التقرير واضح بأنه جهد كبير مبذول للحفاظ على المدينة العتيقة بزخارفها بهندستها المعمارية فعلا، لأنه هي مكان جميل جدا وحرام أنه يتم التنازل عنه أو تخريبه بأي شكل من الأشكال. أشكرك السيدة آمال المؤدب مهندسة معمارية بجمعية صيانة تونس على هذه المشاركة. نتوقف الآن مشاهدينا مع فاصل ونتابع من بعده.
في شباك لندن جولو في منطقة كناري وورف، حيث يقام مهرجان أضواء الشتاء، والذي استضاف 32 عملا فنيا مضيئا لفنانين من مختلف دول العالم. وفي شباك الدنيا نعرض قصة بهارة، وهي فتاة إيرانية قررت تحدي المجتمع بهوايتها وهي القفز المظلي الذي أثار دهشة كثيرين. وفي شباك أصفر نتوقف عند بعض الأخبار والفيديوهات التي تم تداولها على مواقع التواصل وثبت فيما بعد أنها أخبار كاذبة. والآن إلى شباك لندن، وهو أحد الفقرات الجديدة التي أضفناها لشبابيك في شكله الجديد. نسلط من خلاله الضوء على أهم الفعاليات التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن. نبدأها مع مهرجان أضواء الشتاء في منطقة كناري وورف للسنة الرابعة على التوالي. هذا المهرجان استضاف 32 عملا فنيا مضيئا لفنانين من مختلف دول العالم. فريق برنامج شبابيك زار المهرجان والتقى مع المنظم هناك. نتابع. اسمي كيث واتسون، وأنا أعمل في مجموعة شركات كناري وورف على تنظيم النشاطات الفنية والمهرجانات مع الزملاء في قسم الإعلام. في السابق ولمدة 12 عاما كنا نعرض أعمالا فنية مضيئة لأحد الفنانين في فصل الشتاء من كل عام تحت عنوان أضواء الشتاء، ولكن قبل 4 أعوام عرضنا أعمالا فنية مضيئة لعشرة فنانين، وهو ما لاقى استحسان الجمهور، وبدأ عدد الفنانين المشاركين يتزايد عاما تلو الآخر حتى وصل هذا العام إلى 32 فنانا. نقيم في منطقة كناري وورف معارض فنية تشكيلية للرسم والنحت ومهرجانات غنائية وموسيقية، وأردنا أن نضيف مهرجان أضواء الشتاء من باب التنوع، فاكتشفنا أن الجمهور يحب هذا النوع من المهرجانات، خاصة وأن أعداد الزوار لمهرجان الأضواء يتزايد عاما بعد عام. الفنانون المشاركون في هذا المهرجان من مختلف دول العالم، بعضهم بريطانيون والبقية من أوروبا واستراليا، فبإمكان أي فنان أن يشارك طالما يقدم عملا فنيا إبداعيا حتى لو كان حديث التجربة، كالفنانة أمبر مثلا والتي قدمت عملا فنيا رائعا وهو أول عمل فني لها. نقدم في هذا المهرجان أعمالا فنية ثابتة ومتحركة لكي نخلق نوعا من التفاعل مع زوار المهرجان. أحد هذه الأعمال تم عرضه العام الماضي ولاقى إقبالا شديدا، لذلك قررنا أن نعيد استضافته هذا العام، وهو عبارة عن نفق مضيء يتم التحكم بإضاءته من خلال مجسات توضع على رأس أي شخص، وتترجم إعازات الدماغ إلى ومضات مضيئة تختلف من شخص لآخر. العمل الذي في الخلف مثلا هو عبارة عن لوحات بفن الجرافيتي يرسمها الجمهور بألوان مضيئة وصور فوتوغرافية. بشكل عام مهرجانات الإضاءة تلقى شعبية متزايدة في معظم دول العالم، فمعظم الناس لم تعد تهتم بزيارة صالات الفنون التقليدية، وهذا النوع من المهرجانات الحديثة أصبح منافسا لسبل العرض المتعارف عليها. تقلب الطقس يشكل تحديا لنا في بعض الأحيان،
ولذلك لدينا أعمال فنية تعرض داخل المباني وخارجها. هذا المهرجان خاص بمنطقة كناري وورف فقط، ونحن نقيم سنويا 200 مهرجان من مختلف أنواع الفنون. والآن إلى شباك الدنيا الذي يأتينا من إيران، وبهارة ساساني الإيرانية التي قررت تحدي المجتمع بهوايتها وهي القفز المظلي وسط دهشة الكثيرين. بهارة أرادت أن تثبت أن النساء قادرات كالرجال طالما توفرت العزيمة والإرادة، وقد قفزت أكثر من 200 قفزة داخل إيران وخارجها. أنا أقوم بالقفز المظلي منذ عامين، ومن غير الجيد أن نفرض على المرأة المكان الذي يجب أن تكون فيه، لأننا جميعنا متساوون. القفز بالمظلة قد يكون غريبا بالنسبة لبعض الرجال، على الرغم من أنه يجب أن لا يكون كذلك. أنا لست ناشطة نسوية، لكنني أؤمن أن المجتمع يجب أن يتقبل قدرة المرأة. أتذكر آخر مرة قمت بها بالقفز بإيران، شكك بعض الرجال بقدراتي، ولكن كما ترى استطعت القيام بذلك بمهارة. لا عندي خوفي جداً. أعتقد أن المجتمع سوف يتقبل تدريجيا فكرة أن تكون النساء مثل الرجال، لديهم قدرات مختلفة وحتى في بعض الأحيان تفوق قدراتهم، وأمور مثل هذه قد تكون إيجابية جدا في هذا المجال. والآن إلى الشباك الأصفر الذي سيكون عبارة عن فقرة أسبوعية مع زميل إقبال أتليلي. مساء الخير إقبال. مساء النور. بداية لنعرف المشاهدين على محتوى الشباك الأصفر. يعني هو نحن سميناه شباك أصفر نسبة إلى الصحافة الصفراء، ونعني به كل الأخبار الكاذبة التي أصبحت تشغل فعلا الرأي العام حاليا. يعني نعرف أن موقع فيسبوك والعديد من المواقع والدول هي بصدد التشريع للحد من هذه الظاهرة التي كانت مثلت خطرا كبيرا على حرية الصحافة، حرية الإعلام. هناك شكوك كبيرة بوصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. صحيح. يعني أثرت بشكل سياسي يعني، وغيرت من ترمومتر الرأي العام إذا صح التعبير في فترة الرئاسة الأمريكية. وحتى يعني الحصار قطر هو يعود في الآخر إلى يعني أصله كان خبرا كاذبا يعني نسب إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حماد الثاني. يعني الأخبار الكاذبة أصبحت فعلا تغير في مجرى الأحداث، وبالتالي هذه الفقرة هي نحاول أن نوصل التضوء على أبرز الأخبار الكاذبة التي تم نقلها في على مواقع التواصل الاجتماعي أو على حتى وسائل إعلامية مختلفة، مواقع صحفية ووسائل إعلامية، ونحاول أن يعني نوضح ما هو الصواب من الخطأ في بعض هذه الأخبار التي يتداولها الناس كثيرا. طيب، اليوم حضرنا مجموعة من الأخبار الظريفة بالفعل واللي أثارت يعني ردود أفعال مهمة، وربما في بعضها كان حيأثر على علاقات بين شعبين يعني بين مصر وتونس. صحيح. يعني الخبر الأول هو يعني الخبر المفيد بأن الأزهر يعني قام بشطب تونس من قائمة الدول الإسلامية على خلفية نقاش قانون في مجلس نواب الشعب التونسي. هذا القانون جاء في مسودته إلغاء المهر عند الزواج بعد أن سمحت تونس منذ أغسطس الفارط بالمساواة في الميراث. العديد من وسائل الإعلام المحلية والعربية نقلت هذا الخبر، مثل ما نرى هنا في موقع أخبار اليمن. الأزهر يفاجئ الجميع ويستبعد هذه الدولة العربية من قائمة الدول الإسلامية. في خبر ثاني هذا الموقع المغربي شوف يقول تطور مفيد، تهديد بحذف تونس من الدول الإسلامية.
وها علاش يعني لماذا؟ هذا الخبر كذلك اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع تويتر وانتشر هاشتاج تونس تجلط الأزهر. يعني كانت هناك العديد والعديد والعديد من التعليقات من التفاعلات ليس فقط في تونس ولكن حتى في العديد من الدول العربية. يعني يمكن أن نتندر ب يعني تونس كانت انتصرت على مصر في كأس إفريقيا لكرة اليد وكانت يعني حتى تعليقات المعلقين الرياضيين على هذا نسبت كذلك يعني تم ربطها بهذا الموضوع بالضبط تم ربطها وكان يعني كان جدل كبير وأغلب المواقع التونسية تداولت هذا الخبر. إحقاقا الحق اليوم يعني المواقع التونسية التي نشرت خبر أن الأزهر شطب تونس من قيام الدولة الإسلامية أغلبها على الأقل تناول تكذيب الأزهر. يعني مثل ما نراه هو نشر تكذيبا يعني الأزهر نشر تكذيبا على صفحته على موقع فيسبوك ويقول يعني هذا الخبر غير صحيح بتاتا والأزهر لم يظهر لا من قريب ولا من بعيد أي تعليق أو أي قرار بشأن شطب تونس من الدول الإسلامية. يعني هذا كان غريبا ولكنه صحيح. هو دائما يبدو بأنه يعني من يريدون إشعال الفتن الذين ربما لم تعجبهم القرارات الأخيرة في تونس فيما يتعلق بالمرأة والميراث وإلى آخره وجدوا بأنه أسرع طريقة لتحريك الرأي العام هو تلفيق هذه الأخبار الكاذبة ضد الأزهر، خاصة بأنه طلع أحد بعض الشيوخ من الأزهر ويعني أدلوا بتصريحات تخص قرارات تونس، فربما استغلوا الفرصة طبعاً لكن ليجعلوها على شكل يعني التفريق بين تصريحات شيوخ وبين تصريح رسمي لمؤسسة رسمية في بلد. يعني التدعيات تكون مختلفة تماماً يعني بين تصريحات فردية وبين ما ينسب الحمد لله بأنه تم يعني لملمت الموضوع ولم يتوسع بشكل كبير يعني صحيح، ولكن الأثر دائماً يبقى لأن ليس الجميع يسمع بهذه التكذيبات وبالتالي يبقى يعني أثر هذا الخبر الكاذب كبيرا ويحدث أثر في رأي العام التونسي الذي يعني يتحدث حتى عن مؤامرة وعن هؤلاء يغارون منها ولا يحبوننا وتثير النعرات التي نحن في غنى عنها يعني صراحة. طيب الموضوع الآخر الثاني من أستراليا، يعني ننتقل من تونس ومصر إلى أستراليا. وهذه الصورة لبحر متعدد الجنسيات، يعني مثل ما نرى في هذه الصورة هذا شاطئ بحر في مدينة ملبورن. نحن نعرف أن أستراليا يعني هي عكس النصف الشمالي من الكرة الأرضية وبالتالي فإنها الآن تعيش في فصل الصيف. هذا البحر يمنع فيه الكحول وتناول الخنزير والكلاب وارتداء يعني ملابس السباحة النسوية. ويعني تقول هذه الصورة أن احتراما لمشاعر المسلمين فإن هذا البحر هذا الشاطئ تمنع فيه كل هذه الأشياء. طبعا الصورة أثارت العديد والعديد من ردود الفعل، يعني كان هناك تفاعل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي على موقع تويتر خصيصا. يعني مدونون اتهموا رئيس البلدية والسلطات الأسترالية بفرض الشريعة الإسلامية في أستراليا كيف يعني طبعا رغم أن الصورة هي متعددة الثقافات ولكن المغاردين يقولون بأن أستراليا تريد أن تفرض شيئا واحدا وهذا شاطئ ليس متعدد الثقافات بل ذو ثقافة واحدة. طبعا الخبر لا أساس له من الصحة على اعتبار بأن الشروط اللي وضعتها هي مخصصة فقط لتواجد المسلمين بما أنه لا كحول ولا خنزير ولا كلاب وإلى آخره وكلها من مظاهر التي لا يعني يتعامل يعني وحتى الخبر يعني نرى وسائل إعلام أجنبية يعني غير أسترالية تناولت هذا الخبر مثل موقع أونلاين ماجازين الألماني مثل ما نرى في هذه الصورة وحتى أشخاصا فاعلين جدا في مجتمعاتهم مثل المغرد الكندي مايك ألين الذي يتابعه أكثر من 100 ألف متابع على تويتر. ويعني بهذا نفهم كيف أن خبرا زائفا من هذا النوع يمكنه أن ينتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويثير الذعر في الرأي العام من هناك اكتساح إسلامي واكتساح للمتطرفين وكأنما هناك يعني شيء مقصود لتعزيز الإسلاموفوبيا المنتشرة هذا الأوروبية يعني حتى عندما تخبو قليلا هناك من يريد لها أن تخرج مرة أخرى إلى طبعا السطح. يعني مثل هذه الصورة التي يعني هي مفبركة يعني وتم استخدام يعني هل عرف المصدر؟ لم يعرف المصدر للأسف في أغلب الأحيان لا تعرف المصادر خاصة عندما يكون المصدر مثل هذه الصورة صور أو فيديوهات مواقع التواصل الاجتماعي أيضا بالضبط. يعني
ولكن عندما تكون تغريدة على تويتر فإن يعني المصدر لا يعرف صراحة. والأخطر عندما يتناول حتى سياسيون معروفون هذه التغريدة من دون التأكد يعني. بالضبط يعني مثلما رأينا ترامب يعني عندما قام بإرسال تغريدة حول يعني خطر المهاجرين وكانت هذه أنا ابنا لمهاجر سوري هو يضرب في طفلا آخر وفي النهاية كانت الصورة هي فقط لطفلين يتشاجران يعني ولا علاقة ولا جنسية لأيهما وهو ربما الخطر من مواقع التواصل الاجتماعي بأنه لا يوجد غربلة وتصفية للأخبار الصحيحة من الأخبار المغلوطة والتي في البعض في كثير من الأحيان قد تؤدي إلى كوارث وتغيير نظرات مجتمعية كاملة. بالضبط. نذهب الآن إلى الخبر الثالث. الخبر الثالث من أستراليا نذهب إلى الأردن ونبقى في أجواء الشطوط والبحار ولكن من شاطئ ملبون إلى البحر الميت في الأردن. وهذه الفيديو التي نشاهد فيها تدفقا غزيرا للمياه. نشاهد الفيديو ثم نواصل النقاش. سبحان الله. يعني هذا الفيديو انتشر انتشارا كبيرا على يوتيوب طبعا السبب لان نعرف ان البحر الميت يعني هو بحر شديد الملوحة ولا مياه عذبة فيه يعني الكثير من المغردين قالوا والمدونين يقولون بان يمكن هذا ان يغير حتى من طبيعة البحر الميت وان يحدث فارق يعني اصبح في تحليلات علمية للموضوع بالضبط. على اعتبار بانه المياه العذبة الان تفجرت ينابيع من المياه العذبة في البحر الميت وان ستحل مشاكل المياه في الاردن الى اخره من التعليقات التي يمكن ان نراها على مواقع التواصل الاجتماعي حتى يعني اضطر وزير المياه والري الاردني حازم الناصر اصدر بيانا على صفحته على فيسبوك يكذب في هذا الخبر ويقول بكل بساطة ما تنقلته بعض وسائل الإعلام عن انفجار خط مياه عذبة في منطقة البحر الميت وخبر غير صحيح وإنما قامت كوادر وزارة المياه بفتح هواية الخط حتى لا تذهب مياه العكرة القادمة من واد الموجب إلى محطة سويمة التي تضخ مياه الشرب إلى عمان ولدى التوضيح مع الاحترام يعني كان فقط عملا تقنيا لكوادر يعني مياه هي صرف صحي فقط بالضبط كان عملا تقنيا لكوادر الوزارة ولم ليس هناك ولا عين ولا أي شيء ولكن دائما الفيديوهات يعني تكون خداعة والتسرع في إصدار الأحكام يمكن أن يجر يعني أن يعني يفتح مجال لعلماء لأن يتحدثوا يعني بالضبط. بأنه تغيير الآن طبيعة البحر الميت وربما موضوع أنه أصبحت الرغبة في الحصول على اللايكات وعلى عدد المشاهدات العالي وأنه يصير في شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي تدفع كثير من الناس إلى يعني التصرف بهذه طبعاً الطريقة طبعا خاصة على موقع يوتيوب نحن نعرف أن عندما نصل إلى حاجز معين من المشاهد على يوتيوب فإن الموقع يدفع نقودا لصاحب الفيديو أو صحيح. لمن نشر هذه الفيديو بيعطون درع كمان فإن هناك سباقا لنشر هذه الفيديوهات ما قد يعطي انطباعا بأن الخبر صحيح فيما أنه خاطئ إذن لا يوجد أي مياه عذبة تفجرت في البحر الميت سوف نبقى نطفو على البحر الميت مياه للصرف الصحي فقط لا أكثر ولا أقل يعني من يذهب البحر الميت سوف يبقى يطفو عليه مثلما نعرف أن درجة الملوحة أكثر من 200 غرام في اللتر وهي كبيرة جدا ما يجعل صعب الغوص الغوص يعني. في مستحيل ربما مستحيل تماما نعم الخبر الأخير اليوم يعني ما رح أقول ختامها مسك ختامها رعب حيكون نحن نتحدث عن تصريحات لوزيرة فرنسية مفادها بأنها نصحت المشردين بالبقاء في منازلهم لحماية نفسهم من البرد يعني هو خبر غريب يعني ومضحك حقيقة أنا استبقتك على خبر آخر يعني بهذا رح نحكي عنه بالضبط يعني هذه الوزيرة هي نغابغا قالت بأن على المشردين البقاء في منازلهم يعني أثار هذا الخبر سخرية كبيرة الفرق هنا بأن هذا الخبر صحيح ولكن هذه الوزيرة
يعني هي كانت وزيرة عند الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، يعني كانت وزيرة منذ 7 سنوات تقريبا. ولكن اللافت أن مواقع يمينية متطرفة نشرت هذا الخبر الآن، وهي تقنية كذلك من تقنيات الأخبار الزائفة أو الكاذبة لمهاجمة الخصوم السياسيين يعني ونشر الشائعات، نشر أخبار قديمة ونسبها إلى أشخاص آخرين أو لحكومة. هو اللي يستغرب بأنه كيف المشردين وعندهم بيوت يعني بالضبط. والصيغة هي المستغرب. وكذا الوزيرة قالت هذا واعتذرت منذ 7 سنوات، والغريب أن هذا الخبر عاد وانتشر مرة أخرى. كنت أتحدث، أنا ظننت بأنه وصلنا للخبر الأخير اللي هو حيكون ختامها رعب. ختامها رعب، نعم. يعني نشاهد هذا الفيديو ثم يعني نعود للتعليق عليه. يعني يعني تابعنا عم بدور حوالي هلا اذا في شيء بده يطيرني ولا شيء شغله. طبعا هذا الفيديو شفته انا كمان سابقا، وشفنا تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي على انه شيء غريب، ما الذي حمل الفتاه ورماها طبعا في الهواء مثل ما شفنا بالضبط. يعني اغلب العناوين هذا الفيديو هو يعني البنت والجن، هناك جن يعني لبس هذه البنت، فيعني وهذا نوع من هجم عليها وضربها. مثل ما رأينا هذا الفيديو يعني هناك مؤثرات صوتية يعني تزيد من الرعب، ولكن نشاهد مصدر هذا الفيديو ثم نعود للنقاش. Le presento este video captado por una cámara vecinal afuera de una papelería otra vez y también en la ciudad de Puebla. En la parte superior de la pantalla se observa a un camión, usted lo está viendo, que espera que cambie la luz del semáforo. Un joven camina por la calle mientras otro hombre lo hace sobre la banqueta. Justo cuando la pipa que estaba en la esquina avanza, una pequeñita de pues aproximadamente menos de 12 años y vestida con el uniforme de su colegio sale de la papelería con lo que acaba de comprar. Intenta cruzar la calle, vea, ahí está, y espera que el camión pase, como lo hubiéramos hecho todos. En principio la chica no nota que hay un cable sobre la avenida, tampoco ve que se enreda en el camión. Nora, este lo viene jalando. يعني هذا الرجل لمس خيطا سلكا كهربائيا، وهو هذا السلك هو ما صعق هذه البنت. يعني بكل بساطة البنت صعقت بالكهرباء. ونعود كذلك للموضوع عن الأول، يعني هناك من ينشر هذا الفيديو فقط لغنيمة بعض النقود من موقع، كانوا يشرحوا بالقناة التلفزيونية بالضبط. يعني هذا كان موقع أخبار لتلفزيون من المكسيك، تم صعقت كهربائيا بكل بساطة. يعني تم تجريد هذا الفيديو من كل محتواه وتبع استغلاله، وتم استغلاله بهذا الشكل. هو بالحقيقة يعني أصبحت الكثير من الفيديوهات بهذا الشكل مبالغ فيها. للأسف أقبال انتهى وقتنا. كريم عم يخبرني أنه خلص أني بسرعة على السريع. كان شباك ظريف، استمتعت في الحقيقة في هذا الشباك والأخبار اللي كانت موجودة فيه، وبانتظارك الأسبوع المقبل في شباك أصفر جديد وأخبار كاذبة جديدة. أرجو أن تبقى معي، نختم الحلقة بالشباك السعيد كالعادة أقبال طبعا الذي يأتينا اليوم من البندقية في إيطاليا أو فينيسيا، وانطلاق موسم المهرجان السنوي بعروض للسرك العائم على مراكب وسط المياه. استوحى العرض من أفلام المخرج الإيطالي الشهير فريدريكو فيليني، وتوافد الآلاف لمشاهدة العرض المبهر الذي تسبب في تزاحم شديد حول منطقة العرض. يستمر مهرجان هذا العام من 27 من الشهر الجاري إلى 13 فبراير شباط القادم. نترككم طبعا مع هذه اللقطات، ونراكم غدا 5 بتوقيت القدس، 3 بتوقيت غرينتش. إلى اللقاء. Silencio sulla pista.